تعز رغم كل ما تعانيه ستظل تعز في مقدمة الصفوف للدفاع عن هذا الشعب رغم ما تعانيه اليوم داخل المدينة وخارج المدينة. ومن يقول أنها لا تعاني خارج المدينة فإنه غلطان مكابر منافق. طبعاً يصعب المقارنة بين الوضع داخل المدينة والوضع شرق المدينة في المناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان وتحت سيطرة الشرفاء. يصعب أيضاً في المدينة هناك مجاميع مسلحة جمعت من اليمن ومن خارج اليمن تعمل على استباحة دماء المواطنين كل يوم تقريباً، فلا يدري المواطن من يقتله من ينهبه، والقتال جاري هذه الأيام كما تسمعون، وعشرات من القتلى للمدنيين. وخارج تعز هناك بعض المشرفين الأمنيين بحسب ما تصلنا التقارير السرية يستخدمون نفس الأسلوب الذي داخل المدينة. تحول الكثير منهم إلى قطاع طرق، وتحول بعضهم إلى بياعين أراضي، وإلى نهب حقوق الآخرين وفرض إتاوات في نقاط عديدة. نرفض مثل هذه التصرفات الحمقاء، ولن يستمر مثل هؤلاء إلا إذا كانوا مدسوسين من قبل جهة معتدية والغرض منه إسقاط ما تبقى من تعز، فهذا شيء آخر. أنا أقول بعض المسؤولين الأمنيين الذين يسجنون المواطنين بدون أي قضية أحياناً وصل فيهم الغباء أو يعني الغرور إلى حد أنه يتهمك. يا أخي ما فيش قضية، إذا هناك قضية على الشخص المعني حوله إلى الجهات القضائية. يقول لك إيش من قضاء؟ هو فوق القضاء، هو فوق الدولة، هو فوق الجميع، فوق المجلس السياسي كمان. هؤلاء يجب أن يحاسبوا، وإذا لم يحاسبوا اليوم سيحاسبون غدا وسترون. يحبس المواطن يعطيه في النقطة بطاقته يقول لك جيب معرف. معرف إيش؟ أنا يمني. ينزل المواطن من صنعاء إلى تعز يحبس أكثر من شهرين. لماذا؟ لأنه من سنحان. طيب يا أخي من سنحان ولا من صعدة ولا من المهرة؟ من حقه التنقل دستورياً في أي بقعة، فيسجن أبناء سنحان ومنهم من أبناء تعز لأشهر لأنه فقط من سنحان. يا أخي ما لها سنحان؟ سنحان يجب أن تعرفوا بأنها أول مديرية وقفت مع المسيرة الكبرى، يجب أن تعرفوا هذا. وعندما نتدخل لإخراج بعض المساجين هذا لا يعجبهم لأنهم يبتزون بعض المساجين. نعم ابتزاز. تقول له فلان يقول لك لا هذا عليه جريمة كبيرة، هذا يرصد، هذا كذا، بعد يومين يخرج. كيف هذا اللي يرصد وهذا اللي مع العدو يرصد؟ لأنه دفع مالاً كبيراً. هذه هي تعز اليوم في شرق تعز. ولو كان الطرف الآخر أفضل لرأيت الناس كلهم يذهبون معه، لكن طبعاً أنا لا أريد تصفيق، لأنه بعضهم طبعاً اللي ما يصفقش هو يعتبرها حرام. لا، التصفيق ليس حرام، عبر عن إرادتك بماذا تريد. يتدخل بعض هؤلاء الأغبياء المتخلفين بالقضاء، بيقول لك يا أخي هذا القضاء قد حكم وكذا، يقول لك إيش عرفه القاضي؟ يعني هو الذي يعرف مش القاضي.
ويروح يحبس الناس ويمنع الناس من أعمالهم. يا جماعة يجب ألا تجاملوا، يجب ألا تنافقوا. النفاق هو من يسقط الأنظمة. لذلك أقول وأكرر بأن هؤلاء سيكونوا سبب سقوط ما تبقى من تعز بيد الدواعش. أتينا هنا لنلتحم تحت قيادة هذا المجاهد الذي قال وصال في معظم المحافظات، الشيخ ضيف الله رسام. هذا المجاهد عرفته قديماً ولا يزال بنفس النفس. أقول يا أبناء تعز، اتحدوا وتراحموا فيما بينكم، ويجب ألا تجاملوا أحداً. فما يحصل بتعز اليوم، شرق تعز أقصد، غير مقبول خالص. يجب هكذا ألا تسكتوا عما يحصل من بعض المشرفين الأمنيين السيئين. تخيلوا أول ما يقبضوا على مواطن، طبعاً المواطنين يقبضوا عليهم كلهم، وخاصة إذا مشي في الليل في أي نقطة. أرسلنا لجنة سرية لاستطلاع الأمر، حبسوا أبو توم ساعتين. اللجنة السرية كان بيقول لهم أدي بطاقتي، أنا من ما أعرفش بطاقتك، جيب معرف. ليه؟ كيف يجيب معرف؟ أنا يمني، إذا بطاقتي إيش جيب معرف؟ وما خرجوا إلا بعد ما اتصلت العمليات من صنعاء وقالوا لهم يا بغال أطلقوا الجماعة، فأطلقوهم، ولا كانوا بيودوهم داخل السجن شهرين ثلاثة لأنه معه بطاقة وما جابش معرف. طيب أنا أجيب لك معرف من فين؟ أنا يمني. يجب ألا يستمر هذا الأسلوب. نحن ضد هذا الأسلوب، نحن ضد ابتزاز أي مواطن في تعز أو في غيرها. نحن ضد هؤلاء اللصوص. هؤلاء اللصوص يجب أن يحاسبوا، ويجب أن يحسب كم قد سرقوا من أبناء الوطن وكم قد نهبوا، ويحاكموا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم متقطعي طرق. تلفونات، أي واحد مع تلفون أكيد في معه مجموعات، وهذه المجموعات فيها من الطرف الآخر، ومن أحياناً تأتي صور أو تأتي بعض الكلمات من ضد المسيرة، بس في مجموعة فيها أناس من الطرف الآخر. هذا كافي أن يحبس سنين لهذا الشخص. يا أخي تأكد، اعمل عملية تحري